المجازف في الشوارع. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم وباسم جميع المعطلين والمعطلات ديال مدينة فاس أو جهة فاس مكناس، وقفنا تنديدا لمطلبنا في الشغل أمام الجماعة. كنددوا بحقوقنا، يعني بغينا كنعبوا على بصوت واحد وبيد واحدة على كأبناء فاس عاطلين، كنعبوا بصوت عالي. ليست الوقفة الأولى، ولكن لازلنا ولازالت ولازلنا نندد ونطالب بالتشغيل. وكيف ما كتشوفوا التنسيقية ديال جهة فاس مكناس تطالب وتندد وتناشد المسؤولين عن مآل هاد الشباب العاطلين، خصوصا بعد القرارات المشؤومة ديال بن موسى. أين المآل ديالنا كأبناء الشعب؟ ولهذا تجمعنا التنسيقية ديال جهة فاس مكناس، نعبوا بصوت واحد على المعاناة ديالنا وعلى المعاناة وحق الشغل. كنطالبوا بحقنا في الكرامة. والسلام عليكم ورحمة الله. هاد الوقفة في الجامعة ما جاتش غير وليدة اللحظة، بقدر ما هي تراكمات بدات في جهة فاس مكناس بشكل خاص وعلى الصعيد الوطني بشكل عام، على حسب القرارات المشبوهة ديال وزير التعليم اللي كيحدد السن لتحديد السن في اقل من 30 سنه والانتقال الاولي، يعني اللي قصى بزاف ديال الطموح ديال الشبابات بقى امامنا افق مسدود. وبالتالي كاع الشباب اللي هنا كتشوفوا هاد المعطلين، الهدف ديالهم هو انهم يطالبوا بحقهم في التشغيل اللي كيضمن لهم الكرامه ديالهم. وكيف ما كتشوفوا حنا وقفات في رئاسه الجهه، دابا حنا هنا عند سيد العمده، ما انت كتشوف شحال وحنا هنا كنحتجوا، هادي ما كاينش شي اجابات. نتمنوا من الله تكون اجابات في القريب العاجل. وتحيات. السبب اللي خلانا نوقفوا هنايا ان من اجل الكرامه ديالنا، كما سمعتي الشعارات اللي كيقولوها الشباب، ان حنا الحق ديالنا في الوظيفه العموميه، كما كتشوف الاقصاء الاخير ديال شاكيل بن موسى في حق المعطلين، في حق حاملي الشهادات وشهاده الماستر والمعطلين. حنا واقفين وقفه سلميه من اجل المطالب ديالنا انها مشروعه، وما كنخترقوا حتى شي حاجه، يعني ما يعني المطالب ديالنا مشروعه واضحه بشكل جيد. حنا باغيين نخدموا، باغيين نكبروا على راسنا بهذا المعنى الكلمه، باغيين نخدموا يشوفوا لنا شي حل. حنا راه في وضعيه مزريه، يعني الشباب ديال مدينه فاس في وضعيه مزريه. انت كتشوف الركود الاقتصادي في مدينه فاس، يعني كيشكل واحد الخطر كبير على الشباب، واننا حنا خصنا ديروا لنا شي حل، تشوفوا لنا شي حل. هذا المجلس هذا يضم منتخبون كانوا بالامس القريب في فترات انتخابات يرفعون شعار التشغيل وخلق فرص الشغل، اليوم مطالبين بالاجابه على مطالب المعطلين بدون تردد. هؤلاء الناس هم امتداد لحكومه عبد العزيز اخنوش التي رفعت وعد كذلك لخلق منصبي 2 مليون منصب شغل. اين هي هذه 2 مليون منصب شغل؟ المعطلون اليوم خرجوا على ارضيه واحده وهو الادماج في اسلاك الوظيفه العموميه، وكذلك تقديم تعويض مالي عن البطاله. سنخوض وقفات احتجاجيه اخرى، مسيرات اعتصامات اضرابات طعاميه، ويمكن ان نذهب حتى في الشهاده لانه لم يعد لدينا ما يخسره. افنينا سنوات عمرنا في الجد والكد والتحصيل العلمي، فوجدنا انفسنا اضعف الايمان، وهو اجتياز مباراه التعاقد المرفوضه في الاصل حرمنا منها. لن نتراجع، سنستمر في الشارع شاء من شاء وابا من ابا. وكل المسؤولين المدينه ديال فاس او المغرب هم مطالبون على الاجابه على ملف التشغيل. وهذا الشكل هذا ياتي في سياق حركه المعطلين التي اعطتنا دروس في النضال، ولا زال المعطلون يدفعون ثمن التضحيات ديالهم من عاهات مستديمه، تقديم شهداء معتقلين، وقادرين على تقديم معتقلين شهداء اخرين وعاهات، وربما نمشي والله اعلم كما يقال.